مع اقتراب نهاية اليوم الكبير في بريطانيا، يوم الانتخابات التاريخية والاستثنائية، الجميع ينتظر عملية فرز الأصوات لمعرفة النتائج. خلال ساعات سوف يحدد الحزب الفائز في هذه الانتخابات، سوف يعرف وبالتالي يعرف من هو رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا. السؤال والتساؤل الأكبر الآن هو: هل بريطانيا حاليا تودع 14 عاما من حكم المحافظين وتفتح أبوابها 10 داونينج ستريت، هل يفتح أبوابه إلى حزب العمال المتوقع أن يفوز في هذه الانتخابات وفق استطلاعات الرأي؟ أحدث استطلاع للرأي وآخر استطلاع للرأي تم يوم أمس، حسم الأمور بشكل كبير بانتصار كاسح لحزب العمال، وبالمناسبة أيضا حزب المحافظين، وعلى لسان رئيسه ورئيس الوزراء ريشي سونك يقر منذ بداية هذا اليوم بالهزيمة ويناشد الناخبين لتصويت لحزب المحافظين ليمنعوا الفوز الساحق للعمال. لكن على أي حال، كل ذلك يأتي في إطار استطلاعات الرأي وفي إطار التوقعات وفي إطار التصريحات من قادة الأحزاب. النتيجة النهائية هي للورقة التي وضعت في صندوق الاقتراع، وهذه الورقة تكون ربما بعيدة عن استطلاعات الرأي وربما تتناغم معها، بمعنى أن النتيجة النهائية والرسمية سوف تعرف مع انتهاء عملية فرز الأصوات. عمر بشير، الغد، لندن.